الخبز، الخبز يفضل الخبز المصري، جبته موجود متوفر في الدانوب صراحة، وأكيد في بعض المخابز موجود، فجبته من الدانوب صراحة فريش. عادة يحطون بس بصل وثوم وطماطم واللحمة، بس أنا بضيف عليها الفليفلة الحمراء لأني أحب نكهتها مع اللحم المفروم، بضيف عليها البقدونس، بضيف السبع بهارات، الملح والفلفل الأسود، مع لحم مفروم طازج عجل فريش كذا حلو، وفيه شوية نسبة من الشحم عشان يطلع، أخلي وصفتي كذا مرة لذيذة وغنية. أبي أحشي معاه جبن حلوم وجبن موزاريلا، وتعالوا عاد شوفوا التمغط والتمطط بيعطيه شيء مرة لذيذ. خلونا نجهز خلطتنا الحين ونشغل جهازنا بعد شوي مع بعض، ونشوف إيش مميزاته، ونشوف يا ترى كيف بيسوي لي الحواوشي الجهاز حقي. هنا والبقدونس كميته كبيرة اللي أنا قطعت، حطوه بالسيقان حقته لأن السيقان جدا مفيدة. يا جماعة أنا ريحة الأشياء هذه تجذبني مرة، ريحة الخضار لما تنخلط. بحط اللحمة المفرومة تجيني، بحط بعد بهاراتي مرة واحدة، بضيف زيت يا بنات، شوي جوز طيب، شوي بهار حلو، فلفل أبيض، يعني صدقوني يا جماعة صار كأني أعلن حق هذه، والإعلان حق شو اسمه، اشتروا هذه اشتروا هذه. نشغلها من هنا يا بنات، كل ما اخترتي واحد شوفي فيه تجفيف، فيه دوبلي إذا اخترت، جميلة جدا جدا. من هنا يا جماعة اخترت أنا الحرارة، راح أخلي، جبت هذا الخبز بنات هنا إلى ما شاء الله، لأن تقدرين تحطين عليها الجبنة الحين أو تطول معاكي وتستوي بسرعة. بحط شوي جبن حلوم وشوي جبن موزاريلا، هذا الحلوم هذا هنا يا جماعة راح ندهن على الوجهين، هنا يا جماعة راح ندهن بزيت الزيتون على الوجهين على الوجهين. الدنيا تستريح ما شاء الله تبارك الله، خبزتنا صارت جاهزة، راح ندخلها الآن إلى قلايتنا الهوائية. تبارك الله خلص، ايش رايكم؟ لذيذ، عجبتك؟ ايش ذك احد المطاعم صح في المطعم المصري؟ ايه نسيت حكايه، نسيت اسمه، نسيت اسمه، ايوه زي زي